9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه النيل على مستوى الجمهورية، خاصة من خلال نشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الزراعة والري ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير إدارة المياه للقوات المسلحة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة الموارد المائية على مستوى الدولة، وأوضح متحدث الرئاسة أنه تم عرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأسوتية، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي لتطوير المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، فضلا عن مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية. ووجه الرئيس السيسي بتحقيق الاستغلال الأمثل من المركز لتعزيز الأبحاث العلمية البيطرية، خاصة من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للباحثين من حيث المعدات والأجهزة العلمية الحديثة والمعامل، إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر بالمركز العلمي البيطري. تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة للنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن اليوم الأول يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها، ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مناقشة عدد من الملفات من بينها وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة وفرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص، فيما يشهد اليوم الثالث عددا من الجلسات وأبرزها خارطة الطريق لتطوير قطاع الصناعة. فاز الرئيس الصيني شي جين بينغ بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية. وتم تجديد ولاية بينغ كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، مما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن روسيا شنت ضربات استهدفت البنية التحتية على نطاق واسع جدا. وأشار زيلنسكي إلى أن استهداف الضربات الصاروخية كان لمناطق في غرب ووسط وجنوب أوكرانيا، متعهدا في الوقت ذاته بتحسين قدرات الجيش الأوكراني. وأضاف زيلنسكي أن بلاده ليس لديها القدرة التقنية على تدمير 100% من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية الروسية، كما أكد أن كييف ستحقق ذلك تدريجيا بمساعدة شركاء. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا إن الاتحاد الأوروبي يحمل روسيا مسؤولية مشاكله الداخلية التي يكمن سببها في شن الحروب التجارية والاقتصادية على روسيا. وشددت زخروفا على أن الاتحاد الأوروبي يواصل اتهاماته لروسيا بالمسؤولية عن إثارة أزمات الغذاء والطاقة إضافة للأزمة الاقتصادية، وأكدت أن الغرض من إشاعة المعلومات المضللة هو محاولة طمس الحقائق في أن المشكلات التي يواجهها العالم وخاصة البلدان النامية في الطاقة والغذاء والاقتصاد يعود سببها في المقام الأول للسياسة الخاطئة للاتحاد الأوروبي. فاز ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 11 من الدوري الإسباني. وسجل ثلاثية الفريق الملكي كل من لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز وفاليريدي، بينما جاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق الأرجنتيني إيريك لاميلا. وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 31 في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز 14.